طيب ده كان بالنسبة لأول فقرة معايا. تاني فقرة على طول اسأل مع دكتور نورة، وسؤال مش سؤال، هو سؤال مكرر الصراحة أنا عملت عشانه الحلقة أو جزء من الحلقة الفقرة دي، إزاي أتعامل أو إزاي التعامل السليم مع المراهق. الأم بتتصل أو الأب أو أي حاجة، يعني أي حد يعني، أو حتى الأخ أو كذا، أنا مش عارف أتعامل مع أخويا بعد ما حس بنفسه. يا جماعة حس بنفسه يعني إيه؟ شخص فجأة كبر، حس ان هو اكبر حد في الدنيا، حس ان هو صاحب قرار ومستقل. فالمراهق مع العند صفتين ماشيين مع بعض، يعني زي بالظبط يعني ماشيين، ما تلاقيش مراهق بيسمع الكلام الا نادرا نادرا، بس ده بيبقى عنده عيوب في الشخصية، بيبقى ضعف في الشخصية والكلام ده. المراهق عادة في مرحلة كده انتقالية بين الطفولة وال يعني واللي هو البلوغ، اللي هي مرحله المراهقه دي، لو عدت على خير بيبقى بيطلع الشخص سوي وكويس جدا وما عندوش مشاكل من المراهقه. طب ما عدتش على خير والاب والام فضل مركز، هو بيكلمنا كده ليه؟ هو ايه ده؟ ده ما بيسمعناش، ده بيحب يلعب في يعني الموبايلات ومش عارف ايه وسايب مذاكرته، ده بيرد علينا، ده بيبجح، ده 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 الى اخره من المشاكل المتكرره. طيب نسال بقى نفسنا، طب ايه الفجوه او ايه عدم التفاهم بين المراهق وبين اهله؟ ايه الفجوه الكبيره؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما فيش لغه تفاهم او لغه حوار؟ تمام؟ وده اللي هنتكلم فيه النهارده. طب المراهق بيمر بايه الاول؟ ايه الحاجات اللي هو بيمر بيها؟ اول حاجه بيحس بالاستقلاليه، كبر خلاص. تاني حاجه بيتلذذ بهدم او مثلا هنقول مثلا لو في قدوه قدامه في العيله، لا يا عم ده هو لا 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 ده بيقول غلط، يعني القدوه نفسه ما خلاص هو شايف ان هو اللي بيفهم، والقدوه ده مش لا لا هو عنده قصور في التفكير او كذا فكده. تمام، حاسس ان هو لازم يكون صاحب قرار في كذا حاجه بيمر بيها المراهق. طب يحصل الكلام ده، بيحصل الحاجات اللي انا بحكي عليها، الاب والام مش متقبل اللي حاصل ده، اللي هو من 6 شهور كان بيقول حاضر ونعم، والنهارده عمال يشتم فينا، النهارده عمال يزعق لاخواته ويشتم الصغيرين والكبار. طيب يا جماعه هل في حل؟ في ام بتتصل بيا تقول لي انا عايزه امشي ابني من الشقه، امشي ابني من البيت، خلاص ما بقاش ينفعني، مش ده ابني اللي انا ربيته، عفوا يعني يا فندم، هو ده ابنك اللي انت ربيتيه، بس بيمر بمرحله، مرحله شاف فيها نفسه وبيكتشف فيها نفسه والجنس الاخر، حاجات كتيره جدا في هذه المرحله. ان ما كانش الشخص او الام والاب يبقى عارف ومدرك ايه التغيرات اللي بتحصل، تغيرات فسيولوجيه وتغيرات نفسيه لهذا المراهق، مش هتعرف تتعامل معاه، وهيحصل فجوه بينك وبينه للابد. ومرحله المراهقه اللي هو بيمر بيها هتمر بيها بدل عدد من السنوات هتبقى طول عمره، طول عمره مراهق، هيفضل مراهق طول عمره، لان انت طيب نشوف بقى. دايما اول حاجه تعملها مع المراهق هو تقبله كما هو. يعني ايه؟ هتقول لي الله ده عمال يزعق، نهدى بقى، نهدى بالراحه. اولا هذه المرحله لازم تمر بسلام، يعني اعمل نفسك مش واخد بالك، مش في كل الحاجات، هنحكي بس في حاجات، الحاجات المصيريه بس هتاخد بالك فيها وتقف له فيها، اما ما فيش حاجه مصيريه قاعد بيلعب. معلش يا جماعه معانا مداخله ثانيه، استاذه شيماء اهلا وسهلا اتفضلي. السلام عليكم دكتوره. اهلا بحضرتك وعليكم السلام. لو سمحتي عندي سؤال عن الوالد، رجالي على طول بطوره ورمان على طول. ده عنده كام سنه؟ عايز اعرف يعني ايه سبب، هو عنده املاح وكده بياخد دواء ضغط، بس على طول رجالي الاثنين ورمان. ايوه ما هو الضغط ودواء الضغط، الضغط عموما بيعمل احتباس للسوائل في الجسم، يعني ده حاجة من الحاجة من نتيجة للضغط، ده شيء عادي، ولكن نعم شيء عادي ان يبقى في احتباس للسوائل. ممكن دكتور واسمع من التلفزيون؟ نعم ممكن اكل واسمع من التلفزيون؟ طيب ماشي ماشي حاضر اتفضلي اتفضلي. يا ست الكل، دلوقتي مرض الضغط والسكر من المرضين، وكسور والقصور في يعني في وظائف القلب والكلى، 4 امراض بيعملوا احتباس للسوائل في الجسم. فلو حضرتك حد رجله ورمه زياده عن اللازم او الكلام ده، مش هقول لك نرجع للطبيب، على قد ما هو التورم ده وارد نتيجه للمرض والادويه اللي بياخدها، شيء عادي جدا، يعني ده شيء عادي جدا خلاص كده. ف
لو رجله ورمت زياده عن اللازم بنرجع للطبيب المعالج نعرف ايه الاسباب اللي طرأت، هل في مشاكل ظهرت في الكلى، هل في مشاكل ظهرت في الكبد، هل في مشاكل ظهرت في القلب. يبقى التورم نتيجه لكذا مرض معروفين، يعني معظم الناس حتى لو سالتي دلوقتي الناس بقى عندها وعي طبي عالي جدا، الناس بقت عارفه ان احتباس الميه في الجسم نتيجه لكذا مرض على راسهم الضغط والسكر وامراض القلب والكلى والكبد. احتباس يعني الرجل بتبقى ورمه، خلاص ورمه يعني في الميه كلها او السوائل محبوسه في الجسم. خلاص كده انا جاوبت حضرتك كده. نكمل تاني للطفل المراهق. طيب هل في لغات بينك وبين الطفل المراهق او الولد المراهق او يعني المراهق ده عموما لازم تبقى بينك وبينه عشان تفهمه؟ نعم، هناك خمس لغات. ايه الخمس لغات بتوعنا؟ احنا الخمس لغات بتوعنا اللي هم اول حاجه خالص لما يوصل لسن 13 14 سنه اول لغه نتكلم بيها معاه اهو عشان تبقى الدنيا واضحه عشان يبقى بالظبط بالسن، لغه العواطف وليس المنطق. ايه الكلام الفاضي ده؟ في ناس هتقول يعني ايه الواد ما بيذاكرش اسيبه وما يذاكرش؟ ايوه مش بالظبط، مش بالظبط. بمعنى اول حاجه انا مثلا انا لو هقول مثلا هقول انت ابني وانا فخوره بيك وبحبك حب غير مشروط وانا مبسوطه جدا ان انت في ثانوي دلوقتي او في اعدادي في مراحل اعداديه، انا فخوره بيك جدا، انا بحبك زي ما انت كده. كلام من اللي هو بيدي لغه بينك وبينه، لغه التقبل وعدم النقد. طيب تاني حاجه انا عايزه اقولها قبل اللغات، قبل ما نتكلم في نكمل في اللغه دي، لازم تركز على ايجابيات هذا المراهق. اكيد في 10 12 امر اديتهم له هو ما عملهمش، واحد او اتنين اللي عملهم، ها عشان برضو ما يزعلكش، لا ده انت ابني اللي باثق فيه، معقوله انت عملت ده، معقوله حلاوتك دي في عمل الشيء اللي انا طلبته منك. دايما بركز على ايجابياته يا جماعه، حتى لو كله مساوئ معلش ناخد بايده بس انزل له لعقله واسحبه لعقلك، انزل له لعقله واسحبه لعقل حضرتك او لعقل حضرتك. ما تعملوش انه ند بند، لان هو بيعاملك كده، هو بيعاملك ان راسك براسه. على فكره المراهق بيعامل ان ابوه ومامته او باباه ومامته زيهم، انا خلاص كبير زيهم دلوقتي خلاص. طيب اللغه الثانيه على طول ندخل فيها من سن 14 ل 15 سنه لغه الاعتراف بالقوه، يعني تبارك الله ما شاء الله بالنسبه للولد او البنت، ما شاء الله كبرت، ما شاء الله، لا انت لما بتشيل حاجه ما شاء الله تعالى شيلها عني انا مش عارفه اشيلها، وانت او انت تكوني عارفه تشيلي الحاجه دي. ولكن لهذا المراهق احنا باللغه اللي بيننا وبينه في الحته دي في سن من 14 ل 15 سنه هو فعلا قوي، ما شاء الله عليك، لا شلت الحاجه دي، بس ما شايلوش ثلاجه واقول له مش عارف تشيل واحبطه، لا حاجه بسيطه كده يعني، المهم بيساعدني بشكل فيه اعترف بيه، لا ما شاء الله عليك، ده انت ده لولاك انا ما كنتش هعرف اشيل الحاجه دي، انا بشكرك، وكلام بهذا الشكل. خلاص كده اللغه الثالثه من 15 ل 16 سنه لغه المسؤوليه، بتدي له جزء من مسؤوليه، خلص لك حاجه يخلي باله من اخواته وحضرتك مسافر. لغه المسؤوليه من سن 15 ل 16 سنه دي اللغه الثالثه، تمام؟ مثلا مش مثلا لو سمحت نزل من 15 ل 16 ابقى نزل الزباله وانت ماشي، دي مش مسؤوليه، لا مسؤوليه بجد، بس دي له جزء يقدر يتحمل نتائجه، النتائج بتاعته، وانت مستني منه النتائج، روح وقول لي عملت ايه بالشكل ده. خلاص طيب عندنا من 17 سنه الاعتماد الكامل. مراعاة شؤون البيت وحضرتك مسافر، يروح يعمل حاجة مهمة جدا، يتعامل مثلا في أمورك المادية بشكل أو بآخر، المهم بتدي له مسؤولية بالكامل. اللغة بقى الأخيرة هي الاستقلالية اللي بتيجي فيها عندنا لغة التعاون. يعني إيه؟ أنت الراجل التاني بعدي في البيت لو أنا مش موجود، ها؟ الحاجات اللي أنا بدي فيها بكبر بيها باللي قدامي. خلاص كده وادي له فرصه واثنين وثلاثه لو اخفق. اخر حاجه بقى اللي هي بتجمع بينك وبينه كلغات، لغه المشاركه. مثلا حضرتك هو بيحب برشلونه مثلا، بيحب الكوره، بيحب القراءه، شاركه، اوصل لعقله وبعدين اسحبه لعقلك، الحوار هيجي والكلام وهيسمعك، هتبقى اقرب منه من اصدقائه اللي بيسمع كلامهم عشان مكبرينه، عشان بيحترموه، ها، علشان مقدرين وعشان محترمين السن ده او المرحله دي، كلهم مع بعض ايه فاهمين بعض. فانت اوصل يعني ايه، حط عقلك بعقل ابنك واسحبه ليك تاني، ما تبقاش انت شايف نفسك كبير وهو المفروض شايف نفسه كبير برضه، فيزيد عنده ويتجنبك ويروح لاصدقاء ممكن ما يكونوش كويسين.
فطبعا ده بالظبط اللغه اللي احنا بنتكلم بيها بيننا وبين المراهقين علشان نعيش معاهم، علشان يعدوا المرحله دي على خير، وعلشان ما يضايقوناش ولا احنا نضايقهم ولا نحط عقلنا بعقلهم، لان دي مرحله لابد منها يمر بيها الولد او البنت. طيب في حاجه تاني، ان شاء الله الحلقه الجايه هتكلم عن، بما انه داخلين على امتحانات، كذا حد بعت لي لو سمحت اتكلم لنا عن ازاي نحبب اولادنا في المذاكره بما ان في امتحانات جايه، وان شاء الله ده الكلام ده في الحلقه القادمه ان شاء الله من برنامج صباح الحياه، فالى اللقاء.